نقل ابن رجب في لطائف المعارف أن من العلماء من قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات هي الأيام الأول من ذي الحجة. فنحن نستقبل أياما عظيمة. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا ذهب بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني الإنسان اللي بيعمل عمل صالح في هذه الأيام ما يعدل أحد ولا المجاهد في سبيل الله، إلا نوع واحد من أنواع الجهاد، أن يذهب الرجل بماله وبنفسه، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعقر فرسه ويذهب ماله ودمه، ده بيكون أفضل. أما غير كده الأفضل الذي يعمل العمل الصالح في هذه الأيام العظيمة المباركة. اختلف العلماء هل الأفضل الأيام العشر الأواخر من رمضان أم العشر الأول من ذي الحجة؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وابن عثيمين مال إلى القول الآخر عليه رحمة الله أن الأفضل الأيام الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. والذين قالوا الأفضل الأيام الأول من ذي الحجة قالوا الفضل في العشر الأواخر من رمضان مختص كزيادة بليلة القدر، أما هذه الأيام من ذي الحجة كلها خير العشرة. وقول الجمهور العشر الأول من ذي الحجة أفضل. وابن كثير جمع جمعا لطيفا جميلا، قال العشر الأول من ذي الحجة أفضل من حيث الأيام، يعني من حيث النهار، والعشر الأواخر من رمضان أفضل من حيث الليالي لأن ليلة القدر في الليل. قال وبهذا يجتمع شمل الأدلة الأيام الأول من ذي الحجة. لماذا هي أيام هي أفضل الأيام عند الله؟ ليه يا إخوانا؟ قال العلماء لأنه تجتمع في هذه الأيام أمهات العبادة، وما بتجتمع إلا في الأيام دي، من الصيام والصدقة والحج، دي ما بتجتمع مع بعض إلا في هذه الأيام. الأيام الأول من ذي الحجة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كلها التسعة يوم، كما ذكر في سنن أبي داود كان يصوم الأيام التسعة، وآكد الصيام صيام يوم عرفة. بالنسبة للإنسان المحج الحج ما بيصوم، يمشي جبل عرفة يصعد عليه ويوم دعاء وسؤال لله تبارك وتعالى، وهو ركن من أركان الحج الأربعة: الإحرام، السعي، الطواف، الوقوف بعرفة، وهو أجل أركان الحج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، حصر الحج في عرفة، ولا يدل على أنه ما في أركان ثانية في الحج غير عرفة، لا، في أركان ثانية ثلاثة غير عرفة، لكن لما كان الوقوف بعرفة أجل شعائر الحج جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج كله عرفة. كويس. وتجتمع يا إخواننا أمهات العبادة في هذه الأيام، وأفضل عبادة في هذه الأيام الحج، لأن الحج فريضة على الإنسان في العمر مرة، والحج مفترض عليك وشرطه أمن الطريق وصحة الأبدان،
فالحج من أعظم الشعائر، والإنسان إذا استطاع إليه سبيلا ما يقدم على وش تاني. الشيطان بيغريك ويغشك يقول لك قروشك دي ما تكمل كلها في الحج، أصبر بتلقى قروش غيرها. يا زول عندك طريقة، عندك مال تمشي تحج، حج بيت الله طوالي. الله تبارك وتعالى يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. يا أخوانا الحج فيه من معاني الإيمان ومن التوحيد الشيء العظيم.